المجاهدة جميلة بوعزة. ولدت جميلة بوعزة سنة 1939 بالعفرون، ولظروف عائلية انتقلت أمها إلى العاصمة، فانخرطت في سلك التمريض، ونشأت على حب الوطن وبغض المستعمر وأفعاله. وقد رأت بعينيها في بلدتها الصغيرة كيف كان المستعمر يغلق المدارس القرآنية ويزج بمعلميها في السجون، وكيف كان يسلط أقصى الضرائب على الجزائريين. وكانت جميلة بوعزة مثل كل الجزائريين تتابع، وهي التي لم يتجاوز عمرها 15 عاما، أحداث الثورة التحريرية عبر الجرائد، وترقب اللحظة التي تستطيع فيها أن تكون في خدمة هذه الثورة التي انتظرتها منذ طفولتها الأولى. وكان لها ذلك في صيف 1956، حيث قامت بأول عملية تفجير لها بإحدى بنايات ديدوش مراب، وقد أمدتها بالقنبلة صديقتها جميلة بوحيرد التي سبقتها إلى العمل النضالي. ونجاحها في تنفيذ العملية الأولى أكد انخراطها في العمل الفدائي بالعاصمة، فصارت تكلف بنقل القنابل حينا وبعمليات التفجير حين آخر. وفي جانف 1957 كانت بوعزة من العناصر الفاعلة في معركة الجزائر، إذ قامت بتفجير ملهى الكوكاردي. وأثناء إضراب 8 أيام الذي شرع فيه في 28 من جانف 57، والذي صادف المداولات حول القضية الجزائرية في الأمم المتحدة، وإبعادا لأي شبهة حول جميلة بوعزة، خاصة بعد أن كثفت القوات الفرنسية من عمليات المداهمة والمراقبة والبحث عن عناصر الثورة الذين كانوا وراء معركة الجزائر ووراء الإضراب العام. أثناء ذلك الإضراب وأحداثه أمرت بوعزة أن تبحث عن عمل، وفعلا استطاعت أن تجد وظيفة في مركز البريد بساحة الشهداء، لكن التحريات الدقيقة لرجال البوليس كشفت أمرها، وكان اعتقالها من قبل غرازياني في 12 أبريل 57، واقتيدت من مقر عملها إلى فيلا بالأبيار، وهناك مورست عليها كل أنواع التعذيب الذي تعرضت له وأفقدها وعيها، واعترفت بما قامت به من الأعمال الفدائية. وتحول جسد جميلة بوعزة إلى خرقة بالية من أثر التعذيب، فنقلت إلى سجن بربروس لتجد نفسها مع من سبقها من المعتقلين والمعتقلات. حكمت جميلة بوعزة مع مجموعة كبيرة من الفدائيين والفدائيات يوم 14 جويلية 57، وحكم عليها بالإعدام، وأعيدت إلى سجن بربروس وقضت في إحدى زنزاناته المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام 9 أشهر. وأمام الضغط العالمي واحتجاجات المنظمات الإنسانية في كل أنحاء العالم، حول دوغول عند توليه الحكم حكم الإعدام ضد النساء الجزائريات إلى السجن المؤبد. ونقلت بوعزة إلى فرنسا رفقة العديد من المجاهدات منهم لويزا إغيلاحريز، ووضعت بسجن بومات بمارسيليا، ثم نقلت إلى سجن بواتي روكات بباريس، ثم سجن بو على الحدود الإسبانية، ثم سجن ران، وهناك ظلت حتى أبريل 1962، حيث أطلق سراحها. ومع إطلاق سراحها تكفلت جبهة التحرير الوطني بنقلها مع مجموعة من المجاهدات، واستقبلتهن الحكومة المؤقتة بكل حفاوة. توفيت المجاهدة جميلة بوعزة صباح يوم 12 جوان 2015 بالعاصمة الجزائرية.